أنا بجد. هاي مرحبا، هاي، كيفك؟ ظابط ولا معلق؟ ظابط. مش معلق؟ لا بتعلق والله. احلفي، احكي والله. وحياة أمي بتعلق. بس أنا هسه بنزل برجع. ظبط؟ منيح، بس أشوف. احكي احكي والله بشوف شو. ولك احكي، ما تقل دمك، احكي. ظبط؟ الو، ظابط ظابط، يلا تعال. عندك مستوى؟ عندك مستوى مش انا. يلا. عندك مستوى؟ شوف التكبيس بس، شوف هسه فتحنا، هسه طفى اللايف ورجعنا فتحنا التكبيس. ما خسرت ولا جولة من أول ما فتحت. بس عندك صوت وش بخفي، أنت ايش حاطط التليفون؟ هي عندك الوش، دقيقة شوي. عندك أنت هلا عندك التليفون، لما شلت التليفون راحت تخوت. أنت عندك وش كمان غير بمخك، يعني بشكل عام إنه تليفون. يه يه به. دقيقة هي خلص هيك نحن جايز تكبيسكم. عندها مستوى؟ يعني شو بدها تعمل؟ مش فاهم. جولة واحدة على الصدام لا نركز شيئا. جولة واحدة؟ طيب ماشي، لازم تشوف شو يعني. انت اليوم عندك مستوى، يعني احنا دائما عندنا مستوى، بس اللهم انه احنا ايش؟ يعني اليوم فاتحين من لايف اكونت ثاني، بس احنا دائما عندنا مستوى. يا اخوان تريبل جايز، تريبل جايز، تريبل يا يوم. كفو 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 أصدقائنا، كفو 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 والله. رامي يسعد قلبك، هلا رامي باخذ قطعة. ريبل راحك، خليكم قاعدين. طلع السكور عندهم 10 10000، بس هو أصلا رامي بالواقع ابن العز شخصيا. كفو الله يسعدك. 3.5 ما عنده، خلاص ما عنده مستوى. لا تشد أكثر من هيك جايز، لا تشد أكثر من هيك جايز. أيوة هسه فتحنا، هي أول جولة عشان هيك فتحنا أنا وستون. ما يكسبك والله، هسه فتحنا اول جوله قسما بالله. عصدام عصدام. طيب ماشي، كلها طاقه بيتكو باور، جبنا لكم ستينج مشروب طاقه جديد في الاردن. مين في ال باور اعلانات عندنا عشان الله حب تحط اعلانات؟ احنا ما بدنا نسمع اعلانات لو سمحت. يعني حط لي كتم تتفلسف هسه. يا اخوان قفاز اخذ الجيل الثاني، عندنا قفاز على الاغلب، عندنا قفاز. عادك تحط قفاز بس مش رح تعمل اشي، يعني انه ما عندك مستوى. رح تنافذ حكم اليوم. كل شي شوف كيف لنا أسود كحل وعدني، وانا نزع كلامي ودعتني، انا نزع للمعبر ودعتني. طب احط داي في الجيب في القطار، رح يشوف في طعني نص ساعة لطعني، تفتيش على الواقف حساس، عبطني سكاكين مش لاقي بصر، حبطني عبط سكينة بعد ما طرخنا معاك ترزف. انا اخي بطنا الصعب وقادم الصبح سيأتي الصعب، وعدى 100 جيل يطمعني 100 جيل يطمعني. بس
فكرت بالغلط مش بالغلط هو زي ما بص والله الحكم من 4 جولات من 20 جولة الحكم، الحكم الأول أف قفزين رامي أقسم بالله أنك أنت رئيس القفزات، قفزين رامي وابن العز أوه ماي جاد 3 قفزات اليوم، 3 قفزات أخذ يا أخوان 3 يا أخوان إحنا عراسنا بأخذوش غير قفزات ما هو طبعا. أصلا أنا ليش ببعت لك عشان المعرسة طب وحياة أمي بشلك هسا والله نشوف أفوز عليك قسم بالله صبرك الحكم الأول شوي خلينا نتربع يلا احكي وحياة امي اما بتنفذ منيح تفضلي احكامك تنفذ عشان ما نطولش احكامك لو سمحتي الحكم الاول الحكم الاول الكل بقول الحكم من جولتين بس خلص مش مشكلة يا صراحة مبين يعني بدك تلعب جولة تانية بنلعب بس يعني مبين انه انا اللي راح افوز اوكي عادي اول مرة بتفوز علي عادي يعني خليها تروح ايه احكم تفضلي تفضلي سالي عادي ايه اول مرة بفوز عليك يمكن هذا وانت نايم كنت تلعب معي جولات عشان هيك بتفكر ان انت يلا 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 شو احكامك الحكم الاول شو بدي احكم انا هلا لا لا بحكم شيك الحكم الاول انت بتقرأي كومنتات وترد عليهم احكم اللي بمخك بس يعني اعرف شو الاحكام يعني صراحة شايفة ايش بحكمك بقولك الواحد اذا احتار بيختار بالنص جولتين تعالي طيب فزنا يا اخوان تعرفي جد اسمع اقولك شو الواحد اذا بيحتار بشكل عام هاي معلوم مني وانت سجليها بمخك بتفيد اذا بتحتاري كثير بحياتك اختار البنص شو البنص يا بتحكم يا ما بتحكم يا ايش بتسامحي هذا المسامحه لانه بتاخذ عليها اجر يا بتحكم يا ما بتحكم طب شو فرقت بين ما تحكم وتسامحي يعني ما بتحكم يعني بضل في غل بقلبك اما هم 3 اشياء هم يا بتحكمي يا سماح يا حصانه اللي بالنص حصانه فاحنا عادي ممكن نعطي حصانه اذا حسينا مع يعني بس هو لانه انت عشان عارف بجوز عندك يمكن 200 حصانة يعني اقل اشي جايز تكبيس زين بس شفت المقطع عيني بس ضلوا مهري شفتوا مهري يا كم يا اخوان شوفوا 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 كل واحد معاه زبوسة انتنا على المواد بس المدير زبوسة دي زبوسة انتنا على المواد ليش بتبتدل؟
وهي تعبير عن ولايلي الوطن شين روح ايران انسجن في الزنزان فيش معي مفيش حدا تركي بعد الحبس رامي ارحب يا رامي ومش فرع على طبطي ولا حدا ولا حدا ولا حدا وانا 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 مش فرع على طبطي ولا حدا ولا حدا ولا حدا فيش شي في الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحل وعتمي وانا نزع والله ابن العز شكرا انا نزع على المعبر ودعتني اذا بحط داي في الجيب في قطار رح يشوف في طعن نص ساعة لطعني تفتيش على الواقف حساس عبطني سكاكين مش لاقي بس راح عبطني اي اي عبد هاي بقى هو عندنا جحفلة جحفلة هاي عرفت الأجواء هاي عرفتها ارحب يا عبد ارحب حيك يا عبد احنا ناس عشان ما عندناش مستوى بس بيجيهم يوم كلهم طلع عبد الله وحش وحياة امي ماشي يخرب بيتكم الملك انت صاير معنا مش فاهم يا جماعه اللي ولا احكي لكم انت هو قال لي انا بدي ارفع مستوى عشان يكون في حماس ماشي حياة امي يا اخوان اول ما يكون في مستوى لورجيكي واقول لك راح اسامحك عشان اورجيكي انه انا قلبي طيب هذا هنا من قله المستوى ما عندك مستوى بالمره ماشي اخوان ماشي طيب ايش حاج بطلع على حالي انت مالك بتطلع قصه الاهلي طيب ماشي بقى الصبر انا يا جماعه الاحكام اللي فيها الا احترام انا لا بنفذها يعني ولا بحكم انتم تكونوا عارفين بس يعني شعوب للاسف شعوب بتحب تشوف الاحكام البارحه الحكي مش موجود عندي قفاز ما عندنا يا زلمه قفاز ما عندنا بس يا انا اشهد أحكامك والله إذا سمحتي نرجع أفهم القصة في أشياء مرة بتكون بالنص مرة بتكون بال قفاز العبد يس انتصرنا الحكمة الأول بدناك تحكي لنا نكتة وانت قاعد تعيط عادي شغل حالك طب ماشي الثاني الحكم الثاني بتعمل لنا مشهد تمثيلي انك انت لقيت صاحبك سرق مصاريك بس بدنا مشهد تمثيلي عن جد مع موسيقى مع كل اشي يعني انك تعمل اخراج كامل فعلا. الحكم الثالث انك تعلت اتمشط شعرك عجنب لا احا عجن يعني هيك بس بدك تمشطه تثبته يعني بالمي لا مع تقويم بطلع الاول على الصف لا اسمعي ركزي معي الحكم الاول بحكي لك دكتور بعيط بس بدنا دموع يعني من وين اشتري لك دموع مش فاهم بتدمع ما خصنا من وين ادمع مش فاهم بقدر احكي نكته بعيط بس اسمع نكته تافهه بدك تحكي لنا نكته يعني لحد ما نضحك تضحكي انت طبعا شو كيف بتعرف انه ضحك لحد ما اضحك انا لحد ما اضحك اوكي يلا يا الله دقيقه غريب من وين جايب لها فرجيه ما في التمثيل لا انا بعرف يا اخوان بعرف انا نيجس هاي هي تمثيل هاي راح تعتبر اوكي
دعيق لازم دعيق دي موسيقى حزينة. اه والله سارة ما اتوقع مستحيل. ايوه صح سارة بتحكي. طب اسمع المهم ضلك احكي لنا احكي. سمعنا انت ولا معلق؟ سامع بس عشان ايش؟ شغل موسيقى حزينة. يلا يا رب علق يا رب علق. ايه؟ يلا يلا معي موسيقى معي. حزينة. اه يلا سيب. استني استني شو مش موسيقى عندي ستونات على فكرة. يلا ستة بعدين معلو الإعلانات إن شاء الله. مستحيل يعيط ما هذا أصعب حكم بالنسبة له يمكن. يلا أس بتشوفي كيف أنا عندي موهبة عياط يعني أعيط مش فاهم كيف بعيط على كلمة. يلا 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 شوي انا بعيط جد هسه شوي دقيقه شوي تضحكي طلعيش هيك طلعيش هيك بعيط خلي كل واحد يعيط براحته اذا سمحتي يعني احكي لك نكته نسيتها من بكتة هيا والله ضحكة 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 وحياة ابن ما ضحكت في شعري انت مش فاهم شعرك مختص لتحت وبيطلع مع ضحكة مش فاهم ما هو عشان استوعب يعني شعرك انت بتنزليه بتضحكي وترفعيه هي ضحكة بس والله تأثرت ارحب يا رواء ارحب هو السكور راح يضيعني السكور راح يضيعني وبعدين بقول السكور انت ليش تضحكوا يا اخوان مش فاهم ترى النكته جد نسيت المكت تاثرتوا ابو الوفا ابو الوفا شو ابو الوفا رواء شكرا الله يسلمك اكتبوا لي ابو الوفا في الكومنتات لخبطتوا اهلي ابو خالد شكرا رواء ارحب يا رواء ارحب حي يا رواء والله العظيم كفى والله كفى والله كفى رواء او ماي جاد والله رواء رواء عبد ابن العز ابو خالد كفى الله يسعدكم كفى يا اخوة تقول الناس تعرف شو مستني اطلع عشان ايش زدتوا طيارات علي بس والله لو اني عدوكم مش هيك على فكرة وحياة امي انا هيك من اول اللايف بفوز يعني ما خسرت ولا جولة اصلا بحكي لك والله العظيم ما خسرت لو ده مهم بيّن السكور انت استني شوي انت غبية عم بيّن السكور عم بيّن زدت بالنات والله شكرا رواء عبد والله شكرا ابن العز ابو خالد رواء خلاص بلاش تعيط جد كان حكم اخوان يا اخوان اسمعوا ركزوا معي ركزوا قفاز اخر 30 ثانيه رح نفذ حكم هلا ولا لا ايه رح نفذ حكم هاي لا بحكم الجولة احنا ما اتفقناش احكام ولا لا وقتها يعني اللايف تنهار يعلق على احكام ايه يلا ايش في ممكن تنطم بحكي عن اللي عندي
انت جاي تنطمي واحكي شو بتحكي؟ مش فاهم فجأة بتقولي هيك، برري. مش إلك، مش إلك للكومنت. طيب برري، احكي للكومنت. خلاص نطمن. خلاص ما دكينا حكاك حصانة. يا ماشي فجأة بتقول مش فاهم. طيب ماشي ماشي. هيك يا هاي ميرال كتبت لي بدي أصورك أعملي قلب. طب أنا فيش حد يصورني يا أخوان، حد يصور. أصلاً صاحبيتك. من عندي؟ صاحبيتي؟ فانز يعني. اوكي عم اصحابي صح، بدي اصورك. اوكي يا اخوان. ها عبد كمان قفاز، عبد رئيس الجديد للقفازات. كيف كيف اصدقائنا؟ يلا خذ حصانك. يعني فيش حد احسن من حد بالدنيا، مش فاهم يعني. اوكي عندي سكور بس عادي بنجيبها. يلا هاي اسمعي، جيبي مستوى ثاني. بالله جد عن جد اجيب مستوى. ماشي ماشي يلا بجيب مستوى بجيك. يلا طيب مالها، يلا باي. مالها قاية ليش بتعيط؟ طب انطم انطم ماشي، انت لا تعملش حالك يعني. انه شريهان هسه كيف صار المكس هذا الغريب؟ للوش كيفك؟ شو اخبارك؟ بحب اعرفك. شريهان شريهان هاي للوش. هايات شرفت بمعرفتك. انا مش معرفتك، كيف زبطت معك؟ معرفتك شريهان. يا عمري وانا اكثر. للو كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام بخير. انت كيفك؟ اخبارك يا زلمه بالله عليك اذا ما كنتش تعرف فيه. خليني والله تمام بخير حبيبتي. شريهان جبتي مستوى؟ يا نال المشكله انا بحبها لساله. طيب بس هي عم بتحاول تكرهني فيها. اللوش اللوش صح اسمك؟ للوش للوش. حبيبتي يلا ما شاء الله. شريهان جبتي مثله؟ بيوم وليلة بتقلب الدنيا. كانوا صحبات أيام صارت معي. انتم قبل فتنة؟ أنا ما فتنش مني منك بس. للوش صحيح استعرفك سالي سالي استعرفك. على فكرة سلمت عليها يعني بدون ما تعرفني. هذا مطمئن. سري هان احنا بطلنا صحبات؟ روان. ليه؟ ماشي والله اطلع مع روان. هذا لا من الفتنة؟ ليه بطلنا صحبات؟ قاعد بحكي في يوم هلالي بطلنا صحبات. طلعوا كيف تقاتل. انا هيك شوفت. انا هيك انتبهت يعني. تتدخلش انت تتدخلش عادي منلعب. انت عمليش فتنة. ايه تطلع بالعالي. ولا تحكيش معها هيك. وصوتك لازم تسمعها. اسمعوا هيك. ولا كلمة بتحكي ولا. ارجع لورا واتسكت. اسمعوا الله. اسمعي. ليش بل نزل اصبعك ولا بكسر؟ نزل اصبعك. نزل اصبعك. اسمعي والله بكسر اصبعك. طلعش علي هيك. انت معي بالفريق. انت فريقي. شو يعني فريقك تحكيش معها هيك ولك؟ وقلت بكوني اسمعي احنا. حتى ولا تحكي عليها ولا تحكي عليها. نخرب بابكم لعبيوت كلكم. للوش انت اصلا معمول لك ميوت انت بالحياه الواقعيه. لا انت بتقول متخانقين ليش دخلنا؟ صح والله شو دخلك؟ ما تتكيش ميوت، الهم ميوت الجوز. 13 ورد عندي وعندي انا، اللي برمي عندي ورد ينزل عندي ميوت. 13 ورد حبايبي على السريع. ورد 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 شباب. جايز ورد 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 لحاله ميوت بتشرى اسمع صوتها لانه مزعج. ورد يا ربع ورد. جايز ورد من محلك راح. ورد انزلوا عند ينال يا ربع. انزلوا عند اللي رمى عندي ورد يوم ينزل عند ينال يرمي ورد. شاب ورد 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 اربع ورود. ثلاث ورود يا ربع. ثلاث ورود وردتين عراس محمد. ايه وردي 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 وردي. اي هدول الهم منورين الهم. تمام خير اخبارك؟ اتفل 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 اتف
انا جيت اخلص من لسان سالي يا ربع الدبل. اي شيء الدبل شباب ارحب يا عبد ارحب الدبل يا الربع. شيروا 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 شيرو حبايبي شيروا على المستوى غير والله المستوى غير شباب شيروا شيروا يا سند قولي الله يا سند قولي الله يا سند اللي ما يفوت حدا شباب شيروا سريهان سريهان شباب شيروا 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 ولك شريهان يا نال على الصدام شريهان لك بو... سمعتك اليوم صرت في الستوري انك بدك تتجوزي. اول اخرت تتجوز بالك شو اللي اخرتك تتجوز هذيك اليوم لسه كنت تحكي لي انك ثقيله وبدكش لام مش داي وفيش حدا لعبت اليوم خلونا نضبط الدار كله. انت اللي طلعتي انيل مني في القرارات هاي. اسمعي يعني والله اليوم خلونا ننظف الدار كلها تعبت. ها؟ خلونا ننظف الدار اليوم. عشان هيك بدك تتجوزي، احكي من اول. يعني بس تتجوزي انت لو ما قدرت تستوري منيح كان انت فهمتي علي ليه بدك تتجوزي. على فكرة وحياة امي حضرتها وانا في السيارة والله حضرتها. وكان الصوت شابك على السماعات حتى. بس الاردن سمعتني شباب. جولي جولي يا الربع قفاز فلسطيني قفاز على 30 ينال عندك حداد يرمي قفاز والله يعني لا انت مش بس يعني انت احكي لك اشي حبيبتي شريهان يعني انت لو انك تنطفي الدار تاعتكم احسن لك تروح تتجوزي وتروح تنطفي بيت زلمة غريب. لا طب اسا بنتفاهم عليها هاي بينفع بس ثواني جولي اسا بنتفاهم عليها ما شاء الله يا قفاز 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 شباب قفاز يا اخوان لا ترمي قفاز اخضر حل عنك قفاز يا الربع قفاز يا الربع فيش مستوى اذا ما انتوا اذا ما انتوا معي والله ضدي قصدوا امي شاب القفاز خليك خليك انا ضدها يا اخوان مش معها على هاي البنت حتى الفريق ترميش يا امير ورد يا امير ترميش ورد يا امير ما بمسك الورد امير والله انا مبسوط حاليا عداد جبلتين اصلا جواز تستاهل تعال تعال شوفي لازم ندرج قلب عليك حسنة محالة حسنة ما مفيش ماليش دخل ليه تفرت الجولة إذا ما أنت مين أخذت قفاز هلا؟ لحالها طفت الجولة. لعبوا جولة، والله مش قاعدين نلعب جولة، قاعدين بنلف في الحارة إذا بتتهبل. حبيبتي شريهان بعدين أنت حكيت لك ليش تروحي تنطفي يعني بيت زلمة غريب عفوا، صرت تنطفي دار أهلك أحسن. ما شاء الله لو الكل مشي على رأي سالي بالدنيا. ابلع ميوتي يا نار، ابلع ميوتي هاي تعالي سالي نتخرف. إيش؟ بحكي لك يا حبيبتي سمعت انا في راح رايي ما تتجوزي عن جد خلص هلا انسكي من الموضوع هذا لانه عن جد مقرف. تخيلي ولك فكره الزواج مرعبه وحيط الله ما تخيلي مثلا يوم يصرخ عليك في نص الليل ولا يكون بده الصبح وقت تخيلي شو بده يخليكي تصحي الصبح تعملي له فطور هذا مثلا البقره. انت بدك تتجوزي انت تتجوزي؟ لا حاليا صراحه شايل فكره من راسي. ايه اختار حل عني وانزل عند سالي تلهنيش تلهنيش يعني بالكومنتات وين الدبل جايز الدبل يا جماعة خلصوا ما تيجوا حل عني جايز ورد 18 ورد يا ربع 18 ورد عندي وعند سالي 18 ورد ليش انا بحكي بمزمان خلي بدي اصور نمشي بعد اخوان 18 ورد كيف يا ربع دي اسوشي زي ما انت بتخلي مستواي انت وعند ينال 18 ورد يا اخوان 18 محمد تعال بيجو سبعة بتدخلش ولا بسرعة هيك على الخفيف اسمعوا اسلوبها مش ماشي معكم منيح سيرتها تجيبها وحياتين بتطوش 9 كمان 9 خلينا نمشي احنا محترمين مع بعض ورد 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 اربع ورود عند سالي يا ربع نمشي باسلوب زي الناس الباقي بصرخوا على بعض 3 ورود يا ربع ورد ورد بس العالم واقع 13 14 وردتين وردتين وردي وردي وردي
بدكم اسلوب الصراخ. يا خالد انت مالك حبيبي مالك اسلوب الصراخ على الجهه الثانيه. اي يلا يا زلمه خربان خربان غبي كاد يرحب. شاب الدبل الدبل ليش كنت اليوم ليش وضعك اليوم انت كيف وضعي يعني ما مش عارف مش شيك الطاقات تخطفوا عني كتير. شيرو وين مختفي انت حب؟ كيف تحكي معي انا بكون انت بتناديني شيرو؟ يا صح انت لازم ندلعك شيرو. والله شيرو كيف الله يسعدك. جوري انت ليه داخلة عندي بالباب؟ ممكن اعرف انت ليه داخلة عندي بالباب؟ مع احترامي الشديد لك مع كلة احترامي لك تطلع من ام بثي ده بعرك. يلا كل ما اختفينا ما بلش مسا هلا يا بنت فلسطين نطمن طمع علي نسكرنا شوي علي 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 تفضل هاي الك عشان انت بتستاهل صراحة. علاوي حبيب قلبي ابو حسين انا خادمكم الصغير. انت عندك نقص بشخصيتك بسبب اهلك يجوز ساقين عليك او ولد المنطقه مسوي لك ميز مال تنمر عليك وعلى شكلك فلهذا تريد تعوض النقص اللي بداخلك بهيك سوالف فارغه مثلك ومثل صاحبك الثاني. لا واصلا من تحكي بالجروب ما حد مهتم لك وكلهم لابسينك يسلقون براسك لان انت وضيع وعديم قيمه وشخصيتك تحت الضعيفه. انت واحد من غولم ايدي المن عايش حياتك روح شوف شغله تسويها يا متخلف. هو انت ضعيف شخصيه وبيك عقد نفسيه لان بالواقع شخصيتك متخلخله من قد ما يفشلونك وحتى يتنمرون عليك فتشوف الكل. هذا قصف هذا جريد بحق علي يستاهل يعني عشان تتعلم مره ثانيه. هلا يا محمد هلا شباب الجولي ها انتبهوا يجي حفله مستوى رجع لمين في عنا عمر. للوش شو اخبارك؟ تمام بخير اخبارك انت؟ من انت؟ من الشام. والله للشام على راسي. قد ايش صار لك على التيك توك؟ صار لي شيء اكثر ممكن كنت 6 شهور. طب انت شو هدفك من التيك توك؟ ما في هدف حاليا. والله زي اول ما فت ما كانش في هدف. طب اسمعي ايش اسمعي ما لا بدي اسالك سؤال. انت مرتبطه؟ لا. طب متجوزه؟ لا. مخطوبه؟ مخطوبه لا. هل في شخص في حياتك حاليا؟ لا. كم عمرك؟ حصرت 19. بعدك مش سايره؟ لا. انت مش فاهم ايش كل الاسئله دخل لما انت بلا عمو تدخلش في قصص البنات دخل بالي عفنيت ولا تخصص يخرب بيتكم استنينا على الكلمة الله يخرب بيتكم وحكيت شي شي. ايه للوش نعم انا ضفتك. شو كنت احكي كمان سؤال كنت احكي شغلي ربي للوش وين ساكنة انت؟ تركيا. شو انت بتشتغلي؟ لا احسن لك والله. كيف تركيا معك؟ الحمد لله تمام. كل شي تمام معك؟ الحمد لله تمام. شو بتساوي في حياتك؟ حاليا كنت عم ادرس وموقفه دراسه. ليه شو السبب؟
هرجع فوت على الامتحان. كان بدي علامات اعلى. امتحان الجامعة. الله، انت بتعمل امتحان اعادي يعني؟ ايه. شو بتتعلمي؟ اكيد اشي نفسي. لا عشان تعالجي لي انا. لا. يخرب بيتك. لا. يا زفت. يا زفت شو عامل لك يا زفت؟ اقسم بالله العظيم. سلام عليكي للش، بتجنني انت عن جد ما شاء الله. حلوة يا عمدي، عيونك الحلوة. لا حلو حلو. والله انا اول جوله، والله انا حلوه بتجنن. شو والله عيونك بتجنن. فكرت تحكي عنها في عيونها بتجنن. صح تعرفك تعرفك لنوش. يا انت لنوش اسمها عليها عيونك اللي بجنبه كلها. اه صح. شو عرفك يا عمي؟ طيب الاختبار الاول اقبل الزفت. يا زفت مش عاجبه، مش عاجبه، مش عاجبه، مش عاجبه، مش قادر يحكي. هو طب انا سالت احد من الوقت حبيبتي اعاده تاهيل. انا بفرجيك. الله يخرب بيتكم، شو مالكم علي؟ اقول لكم ابلع البيوت كلكم. انت للوز انت كمان الموت معهم، صرتي معهم لانك. يلا حبيبتي هذا واحد وقع انتقم. معلش انت معي يا الخياط حبيبي. نعم. كيف تعرفت علي؟ انا اقول لك ثواني، كيف تعرفت على ينال؟ من البث، من اللايفات. اه ايه، شو حرفت قصة؟ شو اول ما كنتي معه؟ شو حكى لك قصة؟ حطوا له كتم، حطوا له كتم. ما حكى لي قصته انا. هو ايش خرفك اول ما طلع معك؟ شو كذب عليكي؟ لا حبيبتي اوعي تسمعي ايش بدك. انا اذا هو بيكذب من هناك اسمعي، كله كذب ولا خرافية. لحد الان ما حكى لي شيء. انت متأكدة من الحديث؟ هل عندك وثائق تثبت هذا؟ ما حكى شيء كذب. لا قاعد يحكي لنا مثل ما عنده قصة يعني. حزينة ترى كذاب بس رد عليه. ايه هاي ما قال لي اياها. لا مو راح يقول لك اياها، هاي بحضر كذبة تاني. ها ها. طيب اسألك سؤال. ينال، ينال. نعم. شو بدك؟ يا سمو عيلتكم خياط. يا ستي العزيزة، يا ستي ست ابوها. اسمك؟ عيلته خياط. فكانت عمي. تمام. بتخيط بالحارة فسمونا. ايوه عدل. ايوه ايوه. عشان هيك سموا عليك الخياط، فاهمين؟ سته كانت تخيط عائلة. بلعين بيوت شوي اللوش، بلعين بيوت شوي. كانت عمي. اسا هذا، هاي اول، هاي كذبه من كذباته. طيب يعني تخيلي عيلتي تسمى خياط عشان ايش؟ سته عمية بتخيط. يعني شوف الكذبه. طب انا علوية عيلتي. طيب تعرف ليش سموا عيلتي علوية؟ ليش؟ عشان هيك انا سيدي شو كان يعمل؟ وابوي، ابوي ما كانش خلقان، صح؟ سيدي خلق اول، اجى على فلسطين. طيب انا سيدي من لبنان، اجى على فلسطين. طيب هو جاي من طريق فلسطين ل من لبنان لفلسطين، شو كان يحكي؟ علوى نرجع ميجي الليك مثل ما كنا. او طبق علينا عيلة علوي اول اشي، بعدين زبطها سيدي حطها صارت علوي. اقنعتك؟ اقنعتيني. وهيك انا اللي بضحك عليك. وانت هيك ضحكت عليها. ايوه يا عبد. ايوه سمعاك. ايوه قصدي شايفة. تكبيس يا الربع، تكبيس. فما تسكتوني. حاليا ما له قصة، لما انام بفكر لكم قصة ان شاء الله. القصة العوضية. للوش شو عيلتك انت؟ شو عيلتك؟ ما بحكي عيلتي هون. يعني للوش؟ الاء اسمه؟ اسمي الاء بس ما بحب احكي لكم اياه. يعني قصتها طويلة زي ما؟ ايه. هل شو كنيتك؟ انا كنيتي شو في اشي انا؟ اه. العوضي. اه الله يعوضك. هاي احكي لكم قصتنا. انا كانت ستي تضلها تحكي لسيدي انت عوضي في الحياه، انت عوضي في الحياه، لحد ما تسمينا عيلة العوضي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عوضنا على الله. والله يا بحضر عوضنا على الله. شباب تكبيس 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 تكبيس. يعني يا نال تفضل اقربنا معي. اسمع بدي اعرفك على جورج وسوف من عيلة الخياط. تفضل. يا جماعة مين كتم حمزة؟ مين كتم حمزة؟
مين كتب حمزة جايز؟ إلك أغنية أنسك. يا رب أحط عليه بلوك من هاي الأغنية، يا رب تكون سبب بلوك من الأسباب بلوك عينان. في مقطع إهداء مني إلك. استنى. استنى. اسمعي. سامع سامع. يصفى شغلك يصفى تا بس انا على وضعي ولا 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 انا شايفه. يا حبيب. بس انا شفتي الغناء؟ اسمعي. ايه عم تسمع هي. لا اسمع يعني اسمع الثلاث مش محوق عندي. والله تشرفنا فيكم انتوا ناس كثير منا. طيب يلا انت. والله صراحه لنا الشرف يعني. تشرفنا فيكم. اسمعوا ولا ولا ايه مالش هذا كله. بقول لك اقول لك مالش فيها سوسه حساس ولك. من اعتاد على على هذاك اخفته الطمانينه. فخلاص اعتاد على القلق ظن الطمأنينة كمين. يا عيني. طب مين اللي معتمد على القلق هذا يعني مش دفهم بس. أنا انت اللي معتمد على القلق. ابو سميرة صح. كلي هوا. اسمعي نرجع نفتح طوابق. اسمع بدي بطول اسمع عندي فضايح لك لفضايح. اشحكي شيء اشحكي شيء بدي اعرف الاسم ايه. في صور في صور لك اسكت. صور شو؟ لا هاي صور هو صغير زمان. انا معك فضايح العالم والله. للوش هي بنت خالتي. تشرفت ما عرفتها والله. حبيبي وانا اكثر والله تشرفت ما عرفتك اكثر. الي الشرف. خلاص يلا العب العب انت وانت روح اسكر خلاص انتهى وقت اليوم. شو انتهى وقت انت وانت فتحت شو مالك؟ لا راجع راجع بديش اسكر بدي انت لا مو انت مخلف يلا طير من خفك خفك يلا يلا ماشي ما خير صبايا يزم باي انت مالك اليوم